أيام قليلة تفصل المزارعين في وادي تهامة غرب البلاد عن انتهاء موسم البلح أو ما يسمى باللهجة المحلية بالمناصف. استمر المزارعون في العناية بأشجار النخيل رغم الظروف الصعبة التي يمرون بها في ظل الحرب، وعلى الرغم من الخسائر الكبيرة التي تسبب بها الإعصار الذي ضرب منطقة الدريهمي في محافظة الحديدة، إلا أن هؤلاء ما زالوا مصرين على مواصلة جني ما تبقى من محصول البلح وبهذه الطرق التقليدية البسيطة. يشارف الموسم على الانتهاء، غير أن المزارعين لا يتوقفون أبدا، ما يجعلهم الآن يعيدون استصلاح الأراضي التي غمرتها مياه الأمطار والسيول بانتظار موسم جديد يأملون من خلاله زيادة غلتهم للحصول على عيش كريم يعكس بساطة الأرض والإنسان في سلة اليمن الغذائية تهامة.